جديدي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. كلنا منعرف المثل اللي بيقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، وهذا المثل بيدل على المكان الكبير اللي بيحتلوها الأحفاد عند الأجداد. ومو بس هيك، كمان بالمسؤولية يلي بيحسوها الأجداد تجاه أحفادهم، وبيحسوا إنهن الأقرب إلهن عاطفياً بعد أهلهن، عدا عن إنهن بيشكلوا استمرار لنسلهن وسند إلهن بآخر عمرهن. هاد الشي بيخلوهن يسعوا لتوفير كل شي بيسعد أحفادهن، ليثبتوا إنه تقاعدهن الوظيفي ما بيعني تقاعدهن الأسري. بس ببعض الحالات بيتجاوزوا بعض الممنوعات يلي بيكونوا الأهل فارضينها على أولادهن، وبيتدخلوا بطريقة تربية الأحفاد متناسين خصوصية واستقلالية الأسرة الصغيرة الناشئة، وبيحاولوا فرض أسلوبهم الخاص بالتربية لقناعتهم بأنه الأسلوب الأفضل والأحسن، ولأنه الأبناء بنظرهم لسه ما عندهم الخبرة يلي هنن كآباء عندهم ياها. وغالباً الأجداد يلي بيعيشوا بعيد عن أحفادهم هنن يلي بيعبروا أكتر عن عاطفتهم، لأنه بيحاولوا يمدوا الطفل بأكبر قدر ممكن من العطف والحنان والدلال المفرط بأقصر وقت ممكن. أما اللي بيتشاركوا السكن نفسه إن كان بيت أو شارع أو بناية، فمنشوفهم أكتر تناغم وانسجام مع أسلوب الأبوين التربوي، وبيحاولوا يكونوا شركاء حقيقيين بتنشئة الأطفال وتربيتهم. وطبعاً الفراغ اللي بيعيشوه الأجداد وحاجتهم للاهتمام والعاطفة بيخليهم يدوروا على دور يلعبوه ويحسسهم بأهميتهم، وهاد بيشكل عوامل ودوافع لتدخلهم بتربية أحفادهم. ويعتبر الرضا عن الذات عامل مؤثر ومهم عند الجدين، لأنه كل ما زادت درجة رضاهم عن نفسهم كل ما كانت علاقتهم بأحفادهم صحية ومتوازنة، وإلا بيلجأوا للدلال المفرط ليحسوا بأهميتهم بالنسبة لأحفادهم. مشان هيك وبهي الحالة، إذا لاحظنا أنه الجدين عم يتدخلوا بتربية الأحفاد بطريقة سلبية وعم يدللوهن أكتر من اللازم، لازم نتوجه للجدين نفسهن ونحاول نعبي لهن وقت فراغهن بشي مفيد، ونحسسهن بأهمية وجودهن بالنسبة إلنا بجوانب تانية بعيدة عن الأطفال، بدون ما ننتقد بشكل مباشر تعاملهم مع أحفادهن. وبهالطريقة رح يتعبى الفراغ بحياتهن شوي شوي، ويحسوا بأهميتهم بالحياة ويرضوا عن نفسهم، وهيك رح ترجع علاقتهم بالأحفاد لمسار الصحيح والطبيعي والصحي بالنسبة للجدين والحفيد. فانتبهوا لما تتعاملوا مع الجدين، وحاولوا فهموا شعورهم كمسنين ومتقاعدين، ودوروا دائماً على الأسباب وعالجوها. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمان.